أكيد سالي، بدنا نقول عيد تجلي مبارك للكل اللي تابعنا، ورح نروح سوا لأولى فقراتنا لليوم. رح نتوقف فيها عند التميز والإبداع يلي بقي سلاح الشباب السوري رغم قساوة ظروف الحرب، وأيضا هو هدف الغرفة الفتية الدولية بدمشق يلي بقيت حريصة على اكتشاف مواطن الإبداع عند هالفئة بالذات. سلمى، واليوم من أصل 209 مرشحين من جميع أنحاء العالم ضمن مسابقة الشباب العشرة الأكثر تميز حول العالم، كان الشباب السوري موجود بأفكاره ومشاريعه يلي عم تتصدر الاهتمام حول العالم. واليوم معنا بالاستديو ماسا أبو الشباب، طبعا اللي تم تأهيلهم باسم الغرفة الفتية، أكيد ماسا فنانة تشكيلية ومؤسس العلاج، مبادرة العلاج بالفن. ومعنا أيضا نور الشطي، أهلا وسهلا فيك، وهي مدير الوطني للفعاليات المحلية والدولية بالجي سي آي، وأيضا عضوة بالجي سي آي بالغرفة الفتية. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. صباح الخير. أهلا. بالبداية رح نبدأ معك ماسا ونتعرف منك أكثر على المشروع يلي تم ترشيحه أكيد عبر الغرفة الفتية. هلا هو حقيقة هو ما له مجرد مشروع، هو عدة مشاريع اشتغلت عليها من أكثر من 15 سنة بمجال دعم الأطفال والطفولة والسلام العالمي. فأنا دائما هذا الموضوع شغل كثير حيز من اهتمامي، فاشتغلت على عدة مشاريع سواء على المستوى المحلي بسوريا أو على المستوى العالمي. من بين هي المشاريع اللي تم اشتغلت عليها كوني أنا فنانة تشكيلية وكمان بألف وبرسم كتب للأطفال، كانت دائما الإصدارات إصدارات الكتب اللي بشتغل عليها هي بتتمحور حول الطفل، وكلها بتصب يعني ضمن اطار يعني دعم الاطفال، وبنفس الوقت بتركز على قيم توعويه منها التسامح والتعايش وقبول الاخر والحوار بظل هيك بيئه امنه. وبنفس الوقت في كثير مشاريع يعني قمت باطلاقها مؤخرا بالولايات المتحدة الأمريكية، كان عندي معرضي الفردي اللي اسمه وجوه السلام، حبيت أظهر الصورة المشرقة للفن التشكيلي الراقي بسوريا، وبنفس الوقت مشروع كمان Peace for Peace، لوحة من أجل السلام، ومشاريع كتير. كنت دائما مثلا اندعى لكون ضمن لجنه تحكيم مسابقه ملصقات السلام للاطفال من قبل منظمه اليونسكو، وكمان الكتاب اللي اصدرناه انا واختي مي ابو جيب حلمي الصغير اللي بضم 50 قصيده للاطفال بخمس لغات من رسمها وكتابتها، وقصيده من القصايد لحلنا اياها الاستاذ الياس الرحباني وغنتها بنت اختي الطفله ايه السادات، والغنيه هي بتدعي للسلام بمضمونة. تمام، بمضمونه. ومؤخرا بسوريا بظل الظروف الراهنه اطلقنا اسسنا انا واختي الفنان تشكيل مي ابو جيب مبادره العلاج بالفن، نظرا انه نحن حبينا نكرس الفن انه يكون له رساله انسانيه ما له مجرد هو لوحه جماليه، فحبينا ندعم الاطفال. فمن مبادره العلاج بالفن اللي هي فكره جديده بسوريا، مثل ما هلا كنتوا عم تحكوا عن العلاج بالموسيقى، فهو العلاج بانواع الفنون المختلفه، أطلقنا مبادرة رسمة وبسمة، وهي منبثقة عن مبادرة العلاج بالفن، وهي مبادرة فنية تشكيلية داعمة للأطفال المتضررين من الأزمة والوافدين والمهجرين، وبتعتمد على تمارين عن العلاج بالفن، وتم استهداف 500 طفل و200 شب ويافع بمختلف المحافظات السورية، وانتقلت هي المبادرة من المحلية للعالمية، حيث اشتغلت بمبادرة رسم وبسمة بأمريكا بمراكز العلاج بالفن هناك. حلو كتير. يعني مثل ما سمعنا نورة من ماسا عن الفكرة يلي كبرت وتحولت لمشروع طبعا لتتصدر بين الشباب العشرين، خلينا نحكي عن اشتراككم، اشتراك الجي سي اي الغرفة بهيدا المسابقة. تمام، رح احكي شوي عدف عن الجي سي اي. تفضلي. اكيد الدولية. نحن الغرفة تأسست، هي غرفة خاصة ب تفضلي هي خاصة بدعم تماما يعني مشاريع تمام. مختلفة تمام. يمكن أي. مشروع ماسا جزء من هاي المشاريع. أكيد. خلينا نعرف منك أهمية دعم هيك مشروع. أوكي. الغرفة الفتية الدولية هي شبكة العالمية للمواطنين الفعالين، أعمارهم طبعا تراوح بين 18 وال40 سنة.
بنشتغل على تطوير الافراد، تطوير المجتمع باكثر من نطاق، طبعا موجودين من اكثر من 100 سنه حول العالم، في تقريبا 120 موجودين ب 120 بلد حول العالم، بتقريبا اكثر من 200 عضو موجودين. بسوريا نحن تاسسنا تقريبا من 10 سنين، بداية تأسيسنا بال 2005، اشتغلنا على أكثر من محور لتطوير الفرد وإحداث الأثر الإيجابي بالمجتمع، طبعا بأربع نطاقات، نطاق الفرد والمجتمع، تطوير الأعمال والتطوير الدولي. بالنسبة لمسابقة الشباب العشرة الأكثر تميزا حول العالم، فكرتها كل شيء شباب أعضاء بغرفة الفتيات الدولية بيشاركوا انه بيرشحوا كل شيء شباب بيعرفون بهذا العمر بحسب انجازاتهم بحسب ابداعهم، بيكتشفون ممكن بيدوروا عليهم، ممكن بيحاولوا يلاقوا اي معلومات عنهم يبحثوا عنهم، قد ايه هن مؤثرين وقد ايه هن مبدعين. تاريخ هي المسابقه هي بلشت بال 83 سنة 1983، تقريبا تكرم عن طريق الغرفة الفتية حول العالم أكثر من 300 شخص من 57 بلد حول العالم. طبعا بدي أطرح شوية أسماء يعني الأشخاص يلي تكرموا بهي نفس المسابقة، في جون كينيدي، إلفيس بريسلي، جاكي شان، هنري كيسنجر، وكثير أشخاص طبعا تكرموا بهي المسابقة. نحن على الصعيد السوري من خلال غرفنا في 6 غرف، في عنا رشحوا الأعضاء بالغرف مجموعة شباب هن لاقوا فيهم أو هن كانوا يعني عندهم إنجازات معينة بفئات وتصنيفات معينة خاصة بهي المسابقة، ترشحوا من قبل الأعضاء. طبعا الأعضاء هي تجربة بالنسبة لهم فريدة، وحتى فريدة بالنسبة لي لأنه أنا كمان رشحتها لماسا، هي مو صعب يعني صعب أنك بدك تدوري على معلومات، بدك تخلقي يعني تبحثي عن شوية معلومات، بدك تشوفي وين التميز وين الإنجاز، أنه هل هي كمان ضمن أخلاقيات الجي سي آي بشكل عام، إبداع الشباب، تميز الشباب، آثاره الإيجابية بالمجتمع. فهي المسابقة نحن تقريبا قدم عليها رشحوا الأعضاء 50 شخص، من الخمسين شخص كان في لجنة تحكيم، طبعا هي اللجنة اختارت بناء على مجموعة معايير، اختارت 10، فازوا 10 معنا على مستوى سوريا، وهدول العشرة طبعا يعني بالنسبة لهم شباب معظمهم يلي تقدموا طبعا المرشحين. خلينا نحكي عن الفئات يمكن اللي شاركوا فيها، يعني نحن نعرف انه ماسا هي عن فئة يمكن الفن وخدمة المجتمع، خلينا نحكي عن الفئات الأخرى اللي كمان موجودة. تمام، هلا ماسا هي فازت على المستوى الوطني كسوريا، وهلا ترشحت على المستوى العالمي ولسه طبعا في مراحل، يعني هلا بحكي لكم عنها. هي فازت عن فئة المساهمة ودعم الأطفال والطفولة والسلام العالمي. هلا في تقريبا 10 فئات نحن بنشتغل عليهم، شيء له علاقه بالانجاز الاقتصادي، رياده الاعمال، المتطوعين، في شيء له علاقه بالانجاز على الصعيد الشخصي او الثقافي، في تقريبا 10 فئات. وفاز عنا فعلا ما بيقلوا تميزا عن كثير شباب، الشباب السوري نحن عندنا كثير فاعل وكثير ايجابي ومبدع، ونحن كاعضاء بالغرفه الفتيه الدوليه يعني هن بالنسبه لنا ملهمين، كمان هن ملهمين للمجتمع، فنحن في عندنا اكثر من شب وصبيه فازوا رح يتكرموا بالمؤتمر الوطني اللي رح يصير بالشهر العاشر بحضور طبعا رسمي وحضور اعلامي كبير، وهن لإلقاء الضوء عليهم، يعني مهم كثير انه نحن شبابنا المبدع انه يبينوا باكثر من منظمه، وهن ما شاء الله شغلهم بيحكي عنهم اكثر ما يمكن اي منظمه تمام تحكي عنهم. فبالنسبه لنا هي مسابقه كثير هامه، وخاصه هلا ماسا ترشحت، طلعت من الشباب من العشرة اللي ترشحوا على مستوى سوريا، ترشحت لتشارك بالمسابقه العالميه، وهلا نحن يعني عم نحاول ندعمها انه فعلا تفوز على مستوى العالم، خاصه انه نحن خلال 10 سنين فازوا عنا 3 على مستوى العالم وحصدوا جوائز وسافروا وتكرموا. هذيك السنه تكرم استاذ شادي الالشي، كمان تكرمت هدى كعكي عن فئات رياده الاعمال وفئات التطوع.
فكمان في عنا ميا الأسعد كمان تكرمت بال 2011 وهن نفسهم من أعضاء لجنة الحكم، يعني هن كمان تستمر هي الحالة إنه كمان مثل ما هن صار عندهم خبرة فازوا تمام خبرة بهذا الموضوع كمان فازوا، هن كانوا من ضمن لجنة التحكيم يلي حكمت المرشحين. يعني دائما التميز والإبداع سوري له نصيب فيه، ونحن دائما متميزين رغم ظروف الحرب يلي عم نعيشها، عم نلاحظ في تحدي في إصرار مثل ما تحديتي ظروف السلام من بلد في حرب، هذا الشيء اللي هذا الأهم تماماً. يعني أنت تحديتي اشتركتي بالمسابقة ولكن صحيح. أكيد واجهتك ظروف، خلينا نحكي عن اشتراكك وعن الظروف يلي واجهتيها وتحديتيها لتوصلي للتميز. هلا حقيقة أنا كثير سمعت عن الطيب مثل ما حكيت نور ببداية 2011، وسنة الماضية خلال تواجدي بالخارج سمعت عن المرشحين اللي فازوا على مستوى العالم، ولفت نظري معايير وقيم هالجائزة، وحبيت يعني ضل ببالي انه حسيت انه كل هالشروط يمكن تبع المسابقه بتنطبق علي، فحبيت ضلت ببالي القصه لغايه ما رشحتني نور، يمكن لقيت امنت بقدراتي وبنفس الوقت بطاقتي امنت بطاقتي الايجابيه يعني رشحتني. اكيد هو يمكن كان في تحديات كبيره، بس التحدي الاكبر كان هو شدة المنافسة بين المرشحين، سواء المرشحين المشاركين على مستوى سوريا أو المرشحين الموجودين على مستوى العالم، لأنه مثل ما خبرتك نور أنه هنا 209 مشتركين حول العالم، فأكيد أني أطلع من 20 المتميزين حول العالم كخطوة أولى، فإن شاء الله نقدر نوصل للعشرة. إن شاء الله إن شاء الله بنوصل للعشرة، وكلنا ثقة بهذا الشيء. يعني ماسا هي مو أول مرة تكون فطنا بصباحنا غير، نحن حكينا سابقا عن المبادرات مصر. ويمكن هذا الشيء بيزيدنا فخر وتفاؤل ايضا انه نحن من زمان مآمنين بموهبتك، مآمنين بمشروعك صحيح. مثل ما آمنت الجي سي اي فيه ورح تمثلي سوريا اكيد بالعالميه، هذا المشروع الصغير اللي هو هدفه كثير كبير هو رعايه الاطفال يمكن بزمن الحرب صحيح. معالجتهم قديش اليوم يمكن زدتي عليه، قد يمكن لسه عم تفكري تطوريه اكثر بالتعاون اكيد مع اختك فنانة مي اللي بنوجه لها تحية. وأنا بوجه لها كمان تحية أكيد. يعني مثل ما خبرتك أنه أنا حاولت كرس الفن لخدمة المجتمع، ونحن دائما بننظر للفن أنه هو مجرد شيء قطع للديكور وهيك، له مفهوم أعمق بكتير ويعني أهداف أبعد أكبر بكتير، لذلك أنا دوري كتير كبير إني أدعم الأطفال خاصة أطفال بلدي، وهذا أكيد يعني فخر لإلي، وبتمنى يعني أرسم البسمة من خلال الرسمة على وجوه الأطفال اللي هو المحور المفصل بمبادرة رسمة وبسمة اللي جالت يعني كتير من المحافظات السورية بآخر سنتين بال 2016 وال 2017، كان لنا جولات بدمشق وريف دمشق وبمع ودعم الاطفال مرضى السرطان واطفال المركز الرعايه المؤقته الاس او اس، وبنفس الوقت كمان رحنا على اللاذقيه وريف طرطوس وبانياس، فكان عندنا جولات متعدده، وان شاء الله المشروع بيكبر اكثر واكثر لنقدر نحقق الهدف السامي من هالمشروع. أكيد هذا. يا ماسا إن شاء الله يا رب بتقدري مثل ما قلتي ترسمي البسمة على وجه كل طفل، كل حزين، كل حدا تأثر بالحرب. رح ننتقل لنور، ويعني قبل ما نختم بدنا هيك كلمة كمسؤولة عن الفعاليات المحلية والدولية، بدنا كلمة للشباب، كيف عم بتلاقي الشباب، كيف عم بتلاقي التفاعل، كيف عم بتلاقي التميز والإبداع، طموح، شو المطلوب منهم اليوم؟ أكيد هلا شبابنا ما شاء الله يعني عندهم إنجازات، خاصة بآخر فترة صار كل حدا عنده مسؤولية أكثر من أنه هو بده، يعني عنده مسؤولية وعنده إبداع، فبين فعلا بوقت الأزمات فعلا يعني بين وأظهر نفسه وكان كفؤ لهذا الشيء. طبعا هو مصدر إلهام، يعني حتى نحن الشباب اللي ترشحوا عنا معظمهم كانوا مصدر إلهام، في أكثر من شخص عنده صفات معينة بفئات الترشيح، فعلا كانت صفات مختلفة وكل واحد فيهم بيستاهل يحصل على جائزة
عالمية، يعني مو فقط بسوريا. هلأ نحن بالنسبة لنا حابين الشباب مثل ما نحن بأعضاء غرفة سوريا عم ندعم الشباب المتميز، حابين كمان الشباب الآخرين يدعموا بعضهم. يعني حلو أنه الأشخاص يدعموا بعضهم، هذا الشيء بيحقق شيء، يعني بيحقق إيجابية أكثر للمجتمع. وأنا يعني طالب كثير أشخاص أنه يتابعوا حملتنا، يتابعوا المسابقة، لأنه بيهمنا أنه شباب مبدع يطلع للعالم، نورجي العالم أنه نحن فعلا الحرب ما بتأثر على، بالعكس بتدعم، يعني ممكن تقوينا أكثر، ننشط أكثر بمجالاتنا. بيهمنا كثير أنه هلا في الحملة اللي رح تنعمل للتصويت لماسا رح تكون تبلش ب 15/8، هي رح تكون على صفحة جي سي آي سوريا. بس عليكم أنه يدخلوا كل الشباب الموجودين، أكيد لكل اللي عم يسمعنا ويتابعوا، يدخلوا ويصوتوا بس لإلها. نحن بنتمنى لها التوفيق، بنتمنى لها تنجح. وطبعا أنا بدي أتشكر العاملين، يعني في فريق كامل من الغرفة الفتية الدولية عم يشتغل على المسابقة، على مسابقة التويب 2017، يلي هنا بدي أتشكرهم. في سامر أسود، منى كيوان، آني كوشيان. وكمان بدي أتشكر الجهات الداعمة لنا، الأمانة السورية للتنمية، يلي هنا من أكثر العالم اللي بيدعموا بيشتغلوا بالمجال، مجال ويدعم الشباب. صحيح. فكل جهات الداعمة اللي ممكن تدعم هدول المواضيع، تدعم الشباب، هي نحن بدنا نحط إيدنا بإيدهم ونشتغل على أنه نورجي أحلى صورة لأحسن شباب عنا، أو حتى لكل الشباب المبدعين الموجودين عنا. يعني نور، نحن أكيد بدنا ندعم ماسا، وبدنا نوه لكل مشاهدينا اللي عم بيتابعونا أنه لازم يدخلوا على صفحة الجي سي آي ابتداء من 18 الشهر. يدعموا ماسا، لأنه من خلال ماسا نحن عم ندعم شباب سوري واعي ومسؤول. ماسا، بختام حديثنا دائما بتقولي بالفن بنرسم بسمة، شو بتحبي توجهي رسالة لكل الشباب اللي عم بتابعونا؟ هلا أول شيء بحب أقول إنه أكيد أنا هلا صارت مهمة صعبة على عاتقي، لأني أنا ما بس عم مثل نفسي، أنا حمثل الشباب السوري كلياته. هي ما للمرة الأولى هلي أنا بمثل سوريا بالخارج، سبق العام الفائت شاركت بدورة تدريبية بأمريكا، وترشح لها 3000 شخص مشارك من جميع أنحاء العالم. وبتصفية نهائية طلعت من بين تصفية نهائية، اختاروا 100 من بيناتهم، أنا وكنت أنا المرشحة الوحيدة من سوريا. فبتمنى كمان هلأ يحالفني الحظ بجائزة التويب، وقادر أعكس صورة حلوة حضارية، الوجه الحقيقي يعني لسوريا. وبحب أختم حديثي، يعني أول شيء أقول للشباب، بيقول الشاعر محمود درويش أنه لا نتوب عن أحلام يعني انه وتتنكسر، فلا بالعكس، انه نحن دائما نضل في استمراريه. وكمان بحب كمان اقول استشهد، يعني بالختام بستشهد بقول كمان لغاندي، احد رواد السلام العالمي بالعالم، بيقول انه من يريد ان يعني يصنع السلام الحقيقي في العالم يجب ان نبدا من الاطفال. فانا يعني متبعه الخطى لغاندي بهذا. شيء حلو كثير. اكيد يا ماسا، نحن بدورنا بدنا نتشكركم، بدنا نتمنى لك التوفيق بالمسابقه، بدنا نتمنى لكم ايضا يا نور التوفيق بجميع مشاريعكم، بجميع هالاهداف الساميه رغم الظروف ورغم الحرب. بحب اشكر يعني نور لثقتها فيني، يعني اكيد، ودعمها لي ولكل الغرفه الفتيه الدوليه بسوريا. يعني مهمتنا نبحث عن ان شاء الله يا رب بتلاقوا التوفيق بكل مجالاتكم. بدنا نتشكر وجودكم معنا، ويسعد صباحكم. شكرا لك ماسا، شكرا نور على وجودك، واكيد شكر موصول لكل الشباب السوري بهي الظروف. شكرا.